عمره اروح ان شاء الله البيت الاحمر، والبيت الاحمر فيه مهام رهيبه جدا ان شاء الله قريبا. نعرف شنو المهام حتى لو احد جينا راح نروح ونشوف مع بعض وش المهام اللي بيجينا، ان شاء الله تكون مهام قويه. منطقه المشروع حقنا تعتبر منطقه نوعا ما استراتيجيه، بالذات انها في مكان يجون ناس كثير كثير جدا. حرك اوكي. اذا تقريبا وصلنا للمكان، يعني طبعا على اليسار راح يكون عندنا مواقف، يعني لو مثلا السيارات حقنا صاروا فل نقدر نوقف سياراتنا على المواقف هذه. تمام، احنا مشروعنا لنا كل هذه الاماكن، لكن كل مكان مثل ما قلت لكم يتسع تقريبا لسيارتين، عرفتوا؟ فهذا حاليا مشروعنا. ممكن في المستقبل ان احنا نوسع المكان بشكل كامل. حاليا بكل بساطه راح نشتري ان شاء الله المكان ونشوف مع بعض كيف راح يكون مشروعنا. فالحين بكل بساطه راح نشتري ان شاء الله المكان، نشتري على طول رقم واحد. اشترينا اول واحد الحين من بينهم، طبعا راح نشتريهم كامل كلهم راح يكونوا حق مشروعنا، بس الحين بما ان احنا اشترينا الاول راح نروح الحين نشوف مع بعض كيف صاير المكان داخل. طبعا قاعد يورونا المكان وما شابه. خلاص يا حبايبي، رسميا الحين اشترينا المكان هذا كامل، كلهم ان شاء الله راح يكونون حقنا. الحين بكل بساطه يا حبايبي نقدر نحن نجيب سيارتنا، اي سياره يعني موجوده نقدر نحن نجيبها ونشتغل عليها في هذا المكان. فباذن الله راح نشتغل على السيارات هني في المشروع حقنا. مثلا خلوني يا حبايبي ندخل على طول داخل، نقدر نروح لاي واحد. مثل ما قلت لكم كل واحد يتسع لسيارتين، فبنروح ان شاء الله الحين للاول، اول واحد موجود من بينهم. فالحين دخلنا داخل، لحظه يا جماعه، مثل ما قلت لكم كل واحد يتسع سيارتين، فحين دخلنا على طول بالسيارة. هني نقدر نشتغل على السيارة مثل ما نبي، نعدل السيارة ونسلمها على طول لصاحبها. احنا حاليا بارين في مكان بسيط، يعني صح انه مكان استراتيجي بس بسيط، بس في المستقبل باذن الله راح نشتري لنا اكيد مكان اكبر من هذا بكثير جدا، يعني يكون عندنا مكان تصليح عملاق جدا. فما علينا، احنا حاليا بنينا في هذا المكان، بكل بساطه نقدر ان احنا نجي لهذا المكان، والحين نقدر ان احنا نعدل المفروض السياره مثل ما نبي. Ja osamaksut meidän omaan pankkiin, joustavan puolin. Järkevämpi hinta. Tee järkisiirto ja kotiuta luottosi Nordeaan. مكان المشروع حقنا يا جماعه. فخلاص المكان الحين صار حقنا بشكل كامل. دقيقه، هني عندنا غرفه. اوه دقيقه، وين منت شكله؟ من هني نطلع من الجراج. اوكي، لا بنطلع لحالنا، يعني ما نطلع من هني، لا عندنا باب نطلع منه بنفسنا، يعني مثلا ما نبي نطلع بالسياره. من هني بنقدر نقول ان هذه بدايه مشروعنا الرهيب. طبعا يا حبايبي اذا جانا اليوم اتصال ان في شخص يبينا نضبط سيارته، بنحاول نحن نضبط سيارته ان شاء الله، فيعني لا تحاتوا الموضوع هذا. المهم خلنا ناخذ سيارتنا بس ونطلع من المكان، يعني عشان نشوف اليوم ان شاء الله شغلنا. الحين بكل بساطه هدفنا ان احنا نروح للبيت الاحمر اللي عندنا في الخريطه، راح نوجه ان شاء الله على طول على البيت اللي موجود هناك. زين، بس قبل ما نروح انا ملاحظ ان في بعد جراج موجود عندنا قريب من المنطقه هذه، بنروح الحين نشوفه مع بعض اذا ممكن يكون شكله حلو. ما ادري هو بيت ولا جراج، راح نشوفه الحين مع بعض. اتوقع انه بيت، ما علينا، هو مشروع. مشروع اخر، ثواني، ايش المشروع هذا؟ خلينا نشوف مع بعض بس المشروع، يعني ممكن احنا نفتح له مشاريع رهيبه وما شابه، نضبط نفسنا في المدينه. زين، المشروع اللي بعده هو هذا. اوكي، ممكن احنا نفتح محل ملابس. اوه والله فكره، ولا ايش رايكم اخوان؟ فكره بعد، بس احنا الحين خلينا على موضوع السيارات عشان نضبط السيارات، يعني ونسوي شويه حماس عندنا في السلسله. المهم راح نحدد الحين على البيت الاحمر وراح نروح ان شاء الله هناك. انا افضل ان احنا نغير ملابسنا وما شابه، بس اتوقع ما راح نغير ملابسنا حاليا. المهم راح نحرك الحين على طول. اللي متحمس ومستمتع معي لا تنسى انك تضغط زر لايك، واللي ما اشترك معنا اشترك معنا في القناه عشان ان شاء الله تشوف مقاطع رهيبه جدا جدا جدا. واذا عندكم اي اقتراحات اي شيء نسويه خلال الحلقات الجايه بعد كتبوا لي تحت باذن الله اي شيء يعجبكم راح ان شاء الله نسوي خلال السلسله الاسطوريه هذه. لكن قبل ما نروح على طول للبيت الاحمر، رجعت مره ثانيه بس عشان ارجع السياره هذه، لان افكر ندخل بسياره المهمات، عشان يعني سياره المهمات افضل لنا، سياره مدرعه وما شابه. خلاص رجعنا الموتر على طول، المفروض ناخذ لي واحد من السيارات الرهيبه هذيله، بس لا راح نروح ان شاء الله بسيارتنا الماسكه. بحكم ان المسافه جدا صغيره او قصيره فجيت ركض عشان ناخذ
kuningatar C3. Ja luotto Nordeaan. Siirretään kaikki meidän luotot ja osamaksut meidän omaan pankkiin. Joustavampi laina. Järkevämpi hinta. Tee järkisiirto ja kotiuta luottosi Nordeaan. المازدا ليت جو مشيت على سياره المازدا انتم عارفين سياره مضبطه حق الاشياء هذه المضاربات والاسلحه وما شابه فيلا مشينا يا جماعه الى البيت الاحمر حاليا اوكي هذا احنا يا حبايبي وصلنا المفروض للبيت الاحمر وين يصير هذا ايوه هنا في بيت اوه المنطقه هذه حبيبي شنو الحراس اتوقع ان هذول حراس زين تقريبا احنا وصلنا في اشخاص موجودين هناك هيلي اوكي البيت الاحمر وفي هيلي عشان كيف نركب مع السلام عليكم الحين يا حبايبي بكل بساطه اول شيء محتاجين احنا نسويه ان احنا نكلم الاشخاص الموجودين هنا طبعا اكلمهم كيف بحيث ان اطلب منهم اشخاص يساعدوني تمام فما نحن بالعصابه الصينيه فراح يجيبون لي مفروض ان اشخاص بسم الله الرحمن الرحيم المفروض حاليا راح يوفرون لي 5 اشخاص هلا بالجماعه المهم شو يا جماعه وفروا لي 5 اشخاص راح يساعدوني بالمهمه اللي راح ان شاء الله نسويها اعتقد راح نستخدم السياره موجودة داخل أنا سيارتها ما تشيل 5 فما أعرف يعني أنا أتوقع إني غلط حتى فاني جاي 5 أنا ما عندي سيارة تشيل 5 أصلاً المهم لازم الحين نجي لهذا المكان من هذا المكان نقدر إن إحنا نسوي المهمة اللي ممكن إنها تجينا تمام فإحنا راح نأخذ المهمة هذه المهمة هذه فكرتها بكل بساطة إن عندنا الشخص لازم نحاول إن إحنا نخلص عليه أوكي هذا الشخص راح نقتله إن شاء الله تمام 5 أشخاص راحوا أوكي حلو 5 أشخاص حاليا راحوا فأنا راح أطلب منهم أذن ما نحتاج العدد هذا كامل فراح نطلب يا جماعة بنطلب 3 بس نبي 3 أشخاص أوكي تبون وين جيت يا 3 أشخاص ندي أوكي حلو تعالوا يا حبايبي ركبوا معي السيارة let's go هنشوف مهمتنا بكل بساطة أركب let's go حلو صف على طول طبعا ما أحتاج إن أستخدم سيارتي نقدر نستخدم السيارة هذه فراح نستخدم سيارة بي إم هذه let's go بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تكون مهم Uudista kotiasi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä 30 jopa 50% kaikista patjoista ja peitoista. Tai pehmeät pyyhkeet vain 3,25. Säästä 60%. Tai valitsen näistä tyynystä sopiviin alkaen vain 6 €. Säästä 50%. Pidetään huolta toisistamme. Voit tehdä ostoksia myös verkkokaupassamme jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Luotaako ikenistäsi verta hampaita harjoitessa? Sinun ei tarvitse valita joko terveitä ikeniä tai vahvoja hampaita. Parodontax Complete Protection hammastahnan 8 ominaisuutta auttavat saamaan terveemmät ikenet ja vahvemmat hampaat. Dakika, wain makan, wain shakhs illi rah nruh le inshaallah.